السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس اليوم حبيت أوريكم فائدة فلتر لي بخار الزيت. زي ما انتم شايفين هذا الخط المفروض يكون واصل هنا، هذا الخط يكون واصل هنا. أنا وصلت من هنا، وصلت الفلتر بحيث إنه الخط يروح من الماكينة على الفلتر ويرجع تاني مرة يكمل خط. فائدة الفلتر انه يفصل الزيت، يفصل بخار الزيت زي ما انتم شايفين هنا من دخول التيربو والانتركولر والانتيك، ويمنع تكون ترسبات الكربون. يعني شايفين كمية البخار، وهذه السيارة لسه جديدة 2016. هذا طبيعي جدا في الديزل. الشركة حطته على اساس انه يدخل التيربو ويرجع ينحرق في البستن، بس المشكلة انه ما مو كله ينحرق، بعضه يترسب على الانتيك وبعضه يترسب على داخل الماكينة عموما. فالفلتر هذا زي ما انتم شايفين الفلتر الداخلي يمنع تجمع الزيت او وصول بخار الزيت هذا الى داخل الماكينة وسلامته.